يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري جنوب سيناء جنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، بينما يسود ليلا وفي الصباح الباكر طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية. فيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد، نبدأ بمحافظة القاهرة العظمى فيها 35، الصغرى فيها 26 جو حار، الأسكندرية 32-24، مطروح 31-24، بورسعيد 33-26، الإسماعيلية 37-25، محافظة السويس العظمى فيها 37، الصغرى فيها 25، العريش 34-23، طابة 36-25، شرم الشيخ 39-30، الغردقة 40-30. أما محافظة الأقصر العظمى فيها 43، الصغرى فيها 28، أسوان 42-29، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 34-29، أما حلايب العظمى فيها 38 والصغرى فيها 31. والآن نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.